تفرقاتنا الدولية الآن، والبداية من فرنسا، حيث نظمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الجزائرية لقاء قصد إحياء ذكرى جرائم الاستعمار الفرنسي في 8 من مايو، لقاء حضرته شخصيات دبلوماسية بارزة وثلة من أبناء شعب الجزائر. والمتابعة في تقرير موفدة أو مراسلة تلفزيون النهار هدى فتوان. لقاء نظمته الفيدرالية الوطنية للجمعية الجزائرية بضواحي باريس. حضر هذا اللقاء سفير الجزائر بفرنسا السيد عبد القادر مسدوة ورئيس بلدية بوزون، بالإضافة إلى مجاهدين وحقوقيين، لإحياء الذكرى 73 لمجازر 8 من مايو 45 و900 ألف. دفعت الجزائر خلالها 45 ألف جزائري خرجوا للمطالبة بحرية فقوبلوا بالقتل والإبادة الجماعية. الهدف من إحياء ذكرى 845 هي للحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال الصاعدة حتى يتعرفوا على تاريخ بلدهم، ويتعرفوا كذلك على ما عناه أسلافهم من ميلات الاستعمار الفرنسي. النهار تاع 45 هذاك هو الساس تاع اول نوفمبر، هما في ال 45 تسمى اللي كونا الاول نوفمبر. في الوقت الذي كانت فرنسا تحتفل بانتصارها هي وحلفاؤها على المانيا، كانت دماء الجزائريين تراق على ارضهم، وكان ذنبهم الوحيد انهم طالبوا فرنسا بتنفيذ وعدها لهم، لانهم كانوا يدا فاعله في صناعه نصرها على المانيا. Donc l'armée française et l'État français a joué un rôle assez scandaleux et méprisable dans ce conflit. Et l'origine de ce conflit, eh bien, c'est quand nous fêtons la libération de la France, eh bien, les Algériens, eux, ne fêtent pas, mais pleurent sur les morts du 8 mai 1945. Et un moment tragique pour les Algériens, puisqu'il y a eu des massacres dans plusieurs villes d'Algérie. À la suite de cela, bon, maintenant l'Algérie et puis la France, ils ont encore des blessures à ce niveau-là. التاريخ لا ينسى ولا يرحم الجرائم، وستبقى الأجيال تتناقله كي يعرف الأحفاد أن باب الحرية لا تدق إلا بيد مدرجة بالدماء. لقناة النهار هدى فتوان باريس.